طيب هذه الآية أيضا، والسلام علي يوم ولدت، إذا عيسى له مولد، ويوم أموت ويوم أبعث حيا، واضح أنه سياق سنني طبيعي، ولد ومات ويبعث، كما يولد كل منا ويموت ويبعث، ما في أي استثناء. لو في مسألة رفع وافيا تاما وبعدين يعود وبعدين يتوفى، هذه مسألة إعجازية خوارقية، كان ينبغي إيش أن تذكر في هذا الاختزال البيوغرافي. هذا تفصيل اختزال عفوا وتكثيف لحياة عيسى. الله قال مراحل ثلاثة، مثل مراحل إيه؟ يحيى سوف يعود؟ لن يعود، نفس الشيء. طيب يا أخوان، في آخر سورة المائدة، وذكرت هذا مرة وتأملوا في هذا جيدا جدا، إذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي، أين قال الله هذا؟ بإجماع المفسرين يقول يوم القيامة في موقف الدينونة والحساب، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم. بالله هنا عاد افتحوا آذانكم جيداً إخواني وأخواتي، أصغوا جيداً إلى كلام الملك لا إله إلا هو الملك المقتدر، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم، مدة دوامي فيهم. انتبهوا، إذن عيسى يقول بكلمة واضحة قاطعة، أنا أديت الشهادة على القوم الذين بعثت فيهم مدة بقائي فيهم، مدة دوامي، أنهم لا يعبدون إيش إلا الله وحده لا إله إلا هو. ثم يقول فلما توفيتني، وهنا بمعنى أمت، كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك. معناها لو عاد عيسى حتما لابد أن يذكر هنا، يقول له فلما توفيتني ثم بعثتني ثم عدت بي ثم أنزلتني وجدتهم غيروا وبدلوا فأنكرت عليهم وتبرعت منهم. هذا غير مذكور، عيسى لم يعد ولم يعرف ولم يطلع على ما فعل قومه بدينه من بعده، كل الشهادة مؤدى في هذا النطاق فقط مدة دوامه، وفي مدة دوامه لم يحصل أنه دعي إلها لا هو ولا أمه من دون الله. واضح القرآن؟ هذا سورة المائدة، لا تقول لي بخاري مسلم ابن فلان أبو علان، هذا لا يعني الآن، قرآن عظيم هنا، واضح جدا واضح جدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث نقبله لأنه مع القرآن تماما. نحن لا نقبل ونرفض بالتشهي، يقول لك بالتشهي عدنان وغير عدنان يحكم عقله، لا يا أخي، نحن نحكم كتاب الله الواضح الصريح القطعي في حديث ابن عباس في صحيح البخاري في كتاب التفسير أيها الإخوة، وهو حديث الحوض، كيف يختلج يؤخذ بأناس من أصحابه ذات اليمين وذات الشمال، يؤخذ بهم ذات الشمال عاد هؤلاء، فأقول يا رب أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك في صحيح البخاري، قال فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. الملائكة ماذا تقول لمحمد عليه السلام؟ إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، أنت مش عارف، وأنت بتستنجد لهم ليه؟ تقول أصحابي أصحابي، مش عارفهم هذول؟ هذول ارتدوا بعدك، هذول غيروا دينك بعدك، الحديث في البخاري، أنت ما بتعرف. قال إذا ما بعرف عندي عذر، مثل عيسى اللي ما عرف إيش حي ماذا حصل بعده. فهمتوا الآية؟ وفهمتوا الحديث؟ والحديث في البخاري، هذا حق، هذا حق يطابق حقا. قال فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. تتمة الحديث يقال له إنهم لم يزالوا مرتدين بعد أن فارقتهم، ارتدوا تركوا الدين هذول أصحابك، جماعة طبعا من الصحابة، جماعة إيه؟ من أصحابه تركوا الدين والعياذ بالله. فالحديث واضح.